إجراءات احترازية بمحافظات الجمهورية للحد من انتشار كورونا بالتزامن مع عياد الربيع. الصحة تعلن عن تجهيز أكبر مركز لتلقي لقاح كورونا بأرض المعارض. اليوم لندن تستضيف اجتماعات وزراء خارجية مجموعة دول السبع. الحادية عشر صباحاً التاسعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، مرحبا بكم. شددت محافظات الجمهورية من إجراءاتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا تزامنا مع عياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية. قررت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات تفعيل قرارات مجلس الوزراء بشأن غلق الحدائق العامة ومنع كافة صور وأشكال تجمعات المواطنين في الأماكن العامة. وقد شدد المحافظون على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بكل حسم حال حدوث أي مخالفات في هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا وحرصا على صحة وسلامة المواطنين. أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تجهيز أكبر مركز لتلقي لقاح كورونا بأرض المعارض، ويقع المركز على مساحة تصل إلى 3000 متر مربع، ويستقبل يوميا من 10 إلى 15000 مواطن لتلقي اللقاح، وذلك على مدار 13 ساعة، حيث يستقبل المواطنين من 9 صباحا وحتى 10 مساء. وأتي تجهيز المركز في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير وتسهيل حصول المواطنين المصريين على لقاح فيروس كورونا. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أن فرق التواصل المجتمعي بالوزارة قدمت التوعية الصحية خلال اليوم الأول من عملها لخمسين ألف مواطن بالإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، وأيضا أهمية تلقي اللقاح بمحافظة قنا ضمن تكثيف حملات التوعية الصحية بمحافظات الصعيد. أوضحت وزيرة الصحة أنه تم نشو فرق التواصل المجتمعي بمحافظات سوهاج وأسيوط، القاهرة، الجيزة، القليوبية وقنا، هذا بالإضافة إلى انطلاق فريق بمحافظات المنيا، كفر الشيخ، المنوفية بدءا من اليوم لتقديم التوعية الصحية للمواطنين. وقد أوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه يتم المرور على المقاهي والمحلات التجارية والأسواق ومواقف المواصلات العامة ودور العبادة لتوعية المواطنين المترددين على تلك الأماكن باتخاذ الإجراءات الاحترازية. أعلنت الهند عن تسجيل أكثر من 300 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم 12 على التوالي. ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ما يقرب من 20 مليون. وجرى أيضا تسجيل 3417 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس. ومع تسجيل نحو 368 ألف حالة إصابة جديدة خلال الساعات 24 الماضية، بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الهند حتى الآن 19,930,000 إصابة، في حين وصل العدد الكلي للوفيات إلى 219,000 حالة وفقا لبيانات وزارة الصحة. أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي توجيهات عدة للقوات الأمنية، يأتي في مقدمتها تنشيط الجهد الاستخباراتي والأمني وأيضا تفعيل العمليات الاستباقية لمواجهة تحركات عصابات داعش الإرهابية وتجفيف منابعها وتدمير حواضنها. جاء ذلك خلال ترأس الكاظمي لاجتماع أمني موسع ضم قيادة الأجهزة الأمنية الاتحادية وقوات البشمركة الكردية، حيث جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأحداث الأمنية التي شهد العراق مؤخرا والتنسيق بين مختلف القوات الأمنية وخاصة في المناطق ذات المسؤولية المشتركة في محافظة كركوك. تستضيف العاصمة البريطانية لندن اليوم اجتماعات وزراء خارجية مجموعة الدول السبع. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك كراب إن الاجتماعات ستبحث مقترحا بإنشاء آلية للرد السريع في مواجهة الدعاية الروسية والتضليل. وصلنا إلى ختام الموجز، والمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا لكم وإلى اللقاء.